مرحبا بكم في موجز الرابعة من انفجرات. قال المستشار النمساوي كارني هاما بعد لقائه بوتين أمس الاثنين في موسكو أنه متشائم بشأن منطق الحرب الذي يتبناه الرئيس الروسي على أمل منه لتحقيق نجاح عسكري سريع، مضيفا أن رسالته الأساسية إلى بوتين كانت أن هذه الحرب يجب أن تنتهي لأنه في الحرب لا يمكن للطرفين سوى الخسارة. ووفقا لنيهاما فلا يوجد اهتمام من الجانب الروسي بلقاء مباشر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه في نفس الوقت أشار أن بوتين كرر ثقته في المحادثات الروسية الأوكرانية التي تستضيفها تركيا والتي عقدت جلستها الأخيرة في 29 من مارس في إسطنبول. وفقا للإحصاءات النهائية من قبل وزارة الداخلية فقد كان هناك ما لا يقل عن 39,930 طلبا للجوء في عام 2021 بزيادة قدرها 170% عن العام السابق 2020، حيث تم تسجيل 14,775 طلبا فقط. ولقد هيمنت الذكور على طلبات اللجوء بشدة هذا العام حيث تم تسجيل 2700 امرأة فقط. ولقد حصل 12,000 من طالبي اللجوء العام الماضي على حق البقاء مقابل 13,600 قرار سلبي من الناحية القانونية. وكانت سوريا هي بلد المنشأ الرئيسي العام الماضي، تليها أفغانستان، والمركز الثالث ذهب إلى المغرب. ويتمتع السوريون إلى حد بعيد بأفضل فرص للاعتراف بهم عند أقل بقليل من 78%، والأفغان 26%، والمغاربة 2%. أعلنت وزارة الصحة النمساوية انتهاء صلاحية أكثر من 300,000 جرعة لقاح كورونا نظراً لانخفاض عدد التطعيمات التي يتم إجراؤها حالياً بشكل لا مركزي، خاصة بعد تعليق قانون اللقاح الإلزامي. وشددت الوزارة على تشجيع الجهات الملقحة على استخدام العبوات متعددة الجرعات بأفضل طريقة ممكنة. ووفقا لمكتب وزير الصحة يوهانس راوخ فيمكن تجنب انتهاء صلاحية كميات أكبر من اللقاح من خلال التبرعات للدول الأخرى والتطبيق المتسق لمبدأ الوارد أولا يصرف أولا، ولكن حتى هذا غير وارد لأن جميع دول الجوار أصبحت في حالة إشباع من اللقاح. تنتهي اللائحة الحالية لقواعد كورونا في يوم السبت المقدس 16 من أبريل، ومع انخفاض أرقام الإصابات هناك دعوات لتخفيف إجراءات كورونا الحالية. وتعمل وزارة الصحة على تفاصيل أول لائحة جديدة بشأن الإجراءات، وسيتم تضمين متطلبات القناع وقواعد رايجي. ولكن ليس من الممكن بعد تحديد ما إذا كان سيتم تجديدها أو تخفيفها أو بقاؤها كما هي. ومن ناحية أخرى تم تمديد صلاحية الجواز الأخضر لمدة 270 يوما بعد التطعيم الثالث، كما أن جواز النينجا الخاص باختبارات طلاب المدارس سينتهي بعد عطلة عيد الفصح. كان هذا موجزنا، ونلقاكم على الساعة 5:30 مساء خاصة في رمضان بقراءتنا الإخبارية الموسعة، وإلى اللقاء. تستطيع مع انفوجراف الوصول لأكثر من 2,000,000 متابع في النمسا شهريا. من خلال منصاتنا الإلكترونية معا نعزز المسؤولية المشتركة في المجتمع لإثراء التنوع الاقتصادي والثقافي. انفوجراف شريك النجاح.